ايضا النهارده الحقيقه خلينا نروح بقى لموضوع اخر، موضوع مهم جدا جدا. النهارده النادي الاهلي بيصعد لكاس العالم للانديه. احنا متعودين على كاس العالم للانديه ولكن في كره القدم. النهارده في كاس العالم للانديه او في كاس السوبر الافريقي بيفوز النادي الاهلي على نادي الزمالك 32-31 في مباراه سريه. هي كانت مباراة ما حدش عارف ليه لغاية دلوقتي لماذا لم تذاع هذه المباراة. وبالمناسبة وأنا بتكلم مع حضراتكم في مباراة الهاندبول وهتكلم مع حضراتكم في السلة وهتكلم مع حضراتكم في الطايرة، هتكلم مع حضراتكم في كل شيء. قبل ما نفرح ونتبسط ونبقى سعداء ونبقى، إدارة قناة النادي الأهلي دائما ما بتكون حريصة على شيء واحد فقط. مهما كانت المعوقات ومهما كانت الظروف اللي ضد أو اللي ضدنا بتحصل من أمور كثيرة جدا جدا، ولكن إدارة قناة النادي الأهلي دائما بتحاول شيء واحد فقط، هو إسعاد جمهور النادي الأهلي. أي أنا عايز حضراتكم تتأكدوا من حاجة مهمة جدا جدا. أي حاجة أو أي مباراة سواء في السلة أو في الطايرة أو في الهاندبول أو في كرة القدم طبعا أو في أي لعبة موجودة في النادي الأهلي هتقدر قناة النادي الأهلي تجيبها، ولو بشيء كبير هنعمله وهنعمل كده عشان خاطر جمهور النادي الأهلي، ولأن دي قناة النادي الأهلي وبالتالي لازم دايما نحاول على قد ما نقدر نعمل كده. فأي حاجة هتتذاع هنحاول على قد ما نقدر، إدارة قناة النادي الأهلي هتحاول على قد ما تقدر إن هي تجيب لحضراتكم كل الأحداث. وإن شاء الله خلال اليومين ثلاثة اللي جايين إن شاء الله هقول لحضراتكم خبر، إن شاء الله بس لما الأمور كلها تخلص هقول لحضراتكم خبر يكون جيد لكل جمهور النادي الأهلي في بعض البطولات اللي هتحصل خلال الفترة اللي جاية في بعض الألعاب. وبالتالي عايز حضراتكم تبقوا دايما متأكدين من هذا الأمر ودايما تقفوا في ظهرنا خلال هذه الفترة، لأنه عايزين نجيب لحضراتكم كل المباريات اللي نقدر نجيبها، وبنحاول على قد ما نقدر أن يكون هناك تعاون مع كل الاتحادات علشان نقدر نجيب المباريات على شاشة قناة الأهلي. زي ما حضراتكم شفتوا النهاردة مباراة الأهلي والاتحاد في كرة السلة.